مبروك للشعب الإمارات، الفوز غالي وفرسان الإمارات ما شاء الله عليهم مثل ما تشوفون متألقين، وطبعا نبارك لصاحب سمو رئيس الدولة قدوتي وقدوتي عمي مكتوم صاحب سمو الشيخ أبو راشد، وطبعا الوالد وإرشاداته، ويكلمني من الإمارات، وإن شاء الله نتألق في كأس العالم هذا كله، يعني نتدرب حق كأس العالم إن شاء الله.